يسعد هالمساء، اهلا ومرحبا بكم في هذه السهرة الرياضية وهذه الحلقة الجديدة من اكسترا تايم على رؤيا. طبعا حلقة مليئة بالاخبار، مليئة بالاحاديث الرياضية، وايضا نجم كبير جدا راح يكون موجود معنا في هذه الحلقة. لكن اول شيء بمسي عليكم، بمسي على سميحة مجدلوية. الله يسعد هالمساء يا سميحة. مساء الخير طارق، ومساء الخير لكل اللي عم يتابعونا من كل مكان. طبعا بحلقة اليوم راح نسلط الضوء على نادي الوحدات، وراح نتحدث عن كافة تفاصيل مرحلة الذهاب بالإضافة للمرحلة المقبلة. طبعا سميحة ما بدنا ننسى نمسي على كل الناس اللي بتابعونا، بتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتنا على الفيسبوك رؤيا سبورتس. طبعا الحديث عن نادي الوحدات وأيضا تقليب أوراق فريق الوحدات خلال هذا الموسم والبطولات المشاركة بها، سيكون مع نجم الليلة نجم الشباك، طبعا المدرب العربي الكبير المحنك الدكتور عدنان حمد المدير الفني لفريق الوحدات. الله يسعد هالمساء يا دكتور. مساء الخير يا أهلا ومرحبا بي. كيف أمورك؟ الحمد لله. طولت الغيبة علينا يا دكتور. والله يعني صح مقل بالإعلام، يعني يمكن الالتزام والتدريب اليوم صحيح. ممكن يخليك شوية، وبعدين يعني دائما ما أحب أتحدث عن أمور إلا أن يعني اكو شيء واحد يتكلم به شيء مفيد يعني. نعم كابتن، واحنا لنا الشرف انك تكون موجود معنا اليوم، والظهور الرائع لك منذ بدايه تدريب فريق الوحدات، فاهلا وسهلا. مرحبا بك. اهلا وسهلا فيك كابتن. اذا البدايه عن مشوار الوحدات في مرحله الذهاب بنشوفه بهالتقرير وبنرجع. انتفض المارد الأخضر في الجولات الخمس الأخيرة من ذهاب دور المحترفين، وظهر بشخصية البطل الرافض عن التنازل عن لقبه الذي حققه في طوال السنوات الأربع الماضية، ليبقى بينه وبين صاحب الصدارة فريق الجزيرة نقطة واحدة. وظهر الخوف على جماهير الوحدات في بداية المشوار نظرا لأداء الفريق والنتائج التي لم تكن تلبي الطموح رغم تخمة الأسماء المتواجدة بالفريق، ولكن كانت كلمات الجنرال العراقي عدنان حمد قبل بداية الموسم واضحة. الوحدات عاد بعد مرور عدة جولات بالشكل المطلوب في الأسابيع الأخيرة من مرحلة الذهاب، والذي أنهاه بالمركز الثاني برصيد 24 نقطة. إدارة الوحدات أعلنت عن نواياها بمواصلة البحث عن الألقاب، حينما استقطبت المدرب عدنان حمد بالإضافة إلى العديد من التعاقدات. المرحلة الجديدة للوحدات مع حمد بدايتها كانت ليس كما يبحث عنها جماهير المارد، ولكن اختلاف شكل الوحدات بعد كلاسيكو الكرة الأردنية مع الفيصلي، فعاد الوحدات لهزيمة منافسيه بعدد وافر من الأهداف. وخضعت تشكيلة الوحدات في مرحلة الذهاب للعديد من التغييرات حتى الاستقرار على التشكيل الأساسي، وشهدت ظهور لاعبين جدد داخل المستطيل الأخضر أمثال أدهم القرشي وعودة ليث بشتاوي والحارس تامر صالح. الوحدات سيدخل مرحلة الإياب ولن يرضى بأقل من لقب الدوري كونه حامل لللقب وأحد أقطاب الكرة الأردنية وفريق دائما مرشح للتتويج. كابتن عدنان يسعد مساك من جديد. طبعا انت مكسب لاي مكان بتكون موجود فيه، وشهادتنا فيك كجمهور اردني عامه مجروحه طبعا، فبنرحب فيك مره ثانيه. راح ندخل في الامور بشكل سريع. تجربتك خلال هذا الموسم مع الوحدات، تقييمك الفني للفريق منذ البدايه حتى نهايه مرحله الذهاب والتاخر بفارق نقطه واحده عن المتصدر.
نعم شكرا طارق. حقيقة هو في شوف في كرة القدم لا يمكن أن تقيم تجربة يعني بخلال أشهر يعني في العالم هنالك يعني المتعارف عليها ممكن بعد سنة أو سنتين ممكن تقيم تجربة مدرب مع فريق خصوصا في بطولات الدوري وبطولات يعني نعتبرها بطولة النفس الطويل. نعم احنا لازلنا في منتصف الدوري في موسم هذا العام هو موسم استثنائي بسبب تأخر المسابقات المحلية بسبب تنظيم كأس العالم للسيدات تأخر الموسم كثير تقريبا يعني 28/10 يعني برأيي يعني حتى 28/10 لعبنا مباراة والثانية وبعدين توقف أيضا 15 يوم فنقدر نعتبر أنه بدأ بشهر 11 فلازال لا يمكن أن تعطي انطباع كامل عن أي فريق. نعم الوحدات بدأ الدوري بداية جيدة بعد ذلك أعتقد تجمع المنتخب الوطني اللي كان بعد مباراتين فقط يوم 28 يوم 3 15 يوم كانت مؤثرة جدا تأثير سلبي يعني 7 لاعبين كان من هذه الوحدات أثرت بعض الشيء على استقرارية الفريق وعلى انسجامه وبالتالي خسرنا المباراة الأولى بعد التجمع أمام الجزيرة بعد ذلك بدأ الفريق يتصاعد اللاعبين بدأوا يتعودون على الأسلوب وعلى العمل الآن بدينا يعني هنالك لاعبين جدد لاعبين شباب أضيفوا للفريق لاعبين ذو خبرة كانوا يحتاجون وقت للانسجام لكن أعتقد الأمور تسير بشكل مثالي في الفريق من ناحية يعني احترافية من ناحية الانضباط والالتزام والتدريب والنتائج تأتي بعد ذلك يعني كل عمل صحيح في بداياته أكيد النتائج ستكون صحيح فأنا أعتقد الوحدات في الطريق الصحيح يحتاج لبعض الوقت بطموح يعني حقيقة وحتى طموح اللاعبين هو أن يعني الطموح هو دوري الأبطال يعني البطولات الكبرى اللي أعتقد يجب أن تكون الأندية الأردنية فاعلة في ذلك وأعتقد قادر الكرة الأردنية إذا ما توفرت له بعض الظروف نعم نحتاج لبعض العمل نحتاج لبعض الأمور الأساسية للأندية الأردنية لكي يكون الأردن موقع ثابت في دوري الأبطال واللي أتمنى يعني بالنسبة لي شخصيا كمدرب خذت تجربة تقريبا 10 سنوات مع الكرة الأردنية أو يعني سنة ثامنة سنتين مع الفيصلي 5 سنوات مع المنتخب والسنة هذه مع الوحدات ومعرفتي بالتفصيل بالكرة الأردنية أتمنى أن يكون طموحنا أكبر طموحنا يعني كعائلة كرة القدم الأردنية إذا كان اتحاد أو أندية لاعبين مدربين إداريين طموحنا أن تكون بطولات الكبرى هي هدف الكل في الكرة الأردنية. نعم. نعم. ذكرت حضرتك طبعا تصاعد مستوى الفريق ورأينا كيف اختلف مستوى الوحدات بعد الأسبوع السابع وكنت قد ذكرت حضرتك وتحدثت عن الحاجة إلى المدة الكافية حتى يظهر الفريق بشكل مغاير. نعم هو هذا الوضع الطبيعي يعني احنا يعني إذا ما ردنا أن نبني كرة قدم حقيقية في الأردن يجب أن يكون هنالك نفس طويل يجب أن تعطى الفرصة للمدربين للاعبين تتوفر الظروف المثالية للجميع أطراف اللعبة يعني من لاعبين ومدربين وإداريين أعتقد يجب أن يتحلوا بالصبر وبالرؤية الصحيحة لبناء فريق كرة قدم فريق كرة قدم لا ينبني بأيام ولا بأشهر يحتاج إلى وقت وهنالك أمثلة كثيرة معروفة بالعالم فأنا أعتقد يعني الفريق تصاعد ممكن صارت بعض الإخفاقات أو التعثر ولكن هذا أمر طبيعي في كرة القدم شاهدنا في كل الأندية بالعالم برشلونة اللي يملك أفضل لاعبين بالعالم لحد الآن خسر تقريبا 16 نقطة في الدوري وهو لا زال في مرحلة الذهاب وبعد الآن بدأت مرحلة الإياب فهذه الأمور موجودة في كرة القدم ولكن تحتاج إلى تفهم من الجمهور من الإدارة من الكل وأعتقد أنه الوحدات صار بهذا الطريق كان هنالك صبر وكان هنالك تفهم من الجميع
الأمور ماشية بشكل جيد. طيب كابتن، نتحدث عن الموسم أو نصف الموسم كما تحدثت حضرتك. مرحلة الذهاب شهدت تغييرات عديدة بالنسبة لفريق الوحدات من ناحية التشكيلة، تحدثت عن مشاركة لاعبين جدد، أيضا عودة إعطاء الفرصة أكثر وأكثر لليث البشتاوي مثلا، وأيضا شهدت هذه الفترة إراحة لأسماء كبيرة مثل عامر ذيب، باسم فتحي والعديد من هاي الأمور. هل بنفهم من هيك أنه الكابتن عدنان حمد بعد مرور المراحل وأيضا هلا عند تحسن النتائج قد وجد الضالة في التشكيلة المناسبة للفريق خلال هذا الموسم، وأيضا نتحدث أكثر من وجهة نظرك الفنية الخبيرة طبعا عن موضوع يعني إراحة بعض النجوم وأيضا إعطاء الفرصة للنجوم الآخرين؟ نعم طارق، شوف أنا تكلمت أنه الموسم استثنائي، وبالتالي بسبب التأخر بداية الموسم الاتحاد يعني اللجان العاملة في الاتحاد، اللجنة الفنية ولجنة المسابقات وضعت برنامج الدوري بحيث لعبنا 15 مباراة تقريبا، نتحدث عن شهرين وهو عدد كبير، أربع مباريات في الكأس 11 مباراة في الدوري، وبالتالي الفريق اللي ما يملك دكة احتياط جيدة لا يمكن أن يستمر، وهذا ما ميز الوحدات. فمداورة بين اللاعبين كان مهم جدا. نعم ممكن احنا في بداية الأمر أول مباراة خسرنا بها داورنا باللاعبين، يعني احنا مباراتنا بالدور الثالث أمام الجزيرة سبع لاعبين المنتخب اللي كانوا مع المنتخب لم يلعبوا المباراة، كلكم تدرون تذكرون في هذا، نفس الشيء في مباراة الكأس. نعم النتيجة كانت سلبية، ولكن على المدى البعيد الفريق جنى النتائج، هناك مداورة بين اللاعبين، نحن لعبنا ثلاث مباريات في ستة أيام، يعني أخير الدور الأسبوع الأخير نحن لعبنا يوم الجمعة مباراة دوري، الثلاثاء لعبنا مباراة كأس مع الصريح، ولعبنا الجمعة مباراة الدوري مع الحسين، مباراتين خارج في أربد. فلو لم تكن هنالك مداورة بين اللاعبين وإراحة بعض اللاعبين ما كان الفريق يقدر يحقق نتائج إيجابية، فهذه مسألة مهمة جدا، وهذه موجودة في أوروبا في الدول. نعم ممكن نحن مو دائما في الأردن عندنا هذا الكثافة بالمباريات، ولكن يجب أن يتعود اللاعب. الآن نحن أيضا سندخل لمرحلة الإياب وعندنا أيضا ست مباريات، يمكن الفريق الوحيد من الفرق المنافسة فيصلي ما عنده هذا المشاركة، عندنا احنا مشاركة اما دور الابطال او دوري كاس الاتحاد الاسيوي، فعندنا ست مباريات اخرى مع 11 مباراة دوري مع مباريات كاس، فانت تتحدث ايضا عن 18 الى 20 مباراة سيخوضها الفريق خلال 3 أشهر او 3.5 أشهر، فاذا يجب ان يعني اكيد اي مدرب عنده رؤية تشكيل جاهز، لازم تشكيلتين طبعا، مدرب عنده رؤية وفكر يفكر بهذه، ممكن الناس الآخرين ما يفكرون بهذا الموضوع، يعني ضروري إلى مباراة بعينها، لكن احنا كتخطيط ووضع برنامج احنا نفكر بأن الفريق سيبدأ الموسم المرحلة الثانية من 31 شهر، مباراتنا مع الفريق الهندي في الدور التمهيدي لدور الأبطال، وانت تتحدث 3 أشهر أخرى ستلعب تقريبا 20 مباراة إذا كنت في الدوري الأبطال أو في كأس الاتحاد الآسيوي. نعم كابتن، خلينا نحكي أين وجدت نقاط سلبية في الوحدات خلال مرحلة الذهاب، وأين كانت النقاط الإيجابية، وأيهما كان أكثر، الإيجابي أم السلبي؟ لا هو أكيد الإيجابي أكثر. شوف هو في أي فريق بالعالم هنالك أمور سلبية، يعني ممكن حتى على المستوى الإعداد النفسي وإعداد شخصية الفريق، هذه أمور مهمة جدا، يعني الفريق يعني الطابع الفني والإداء الفني وحده هو المرئي بالنسبة للجمهور، ولكن هناك أمور أخرى كثيرة غير مرئية لكن المدير الفني معني بها، وحدة الفريق، إرادة اللاعبين، تماسكهم، الصبر على النتائج، على أمور كثيرة. فأعتقد الفريق الوحدات وكل فريق أنا أقوده حقيقة خلال مسيرتي 22 سنة كانت هذه استراتيجيتي بالعمل، أنه أركز على وحدة الفريق وروحية الفريق، الاحترام، الانضباط العالي،
محبة بين اللاعبين. يمكن الكل لاحظ الوحدات اللاعب البديل يعني روحيته على حتى بتسجيل الأهداف كانت واضحة للعيان. أنا لامسها بالتفصيل لكن الجمهور ممكن ينظر على الشاشة على الصورة، لكن هي كانت تعكس كل هذه الصفات اللي كانت موجودة في كل مكان ذهبت إلى، وكانت يعني من أسرار نجاح أي فريق يقوده والحمد لله. طيب كابتن، بوجهة نظرك الفنية شكل المنافسة في مرحلة الذهاب بين جميع الفرق كيف شاهدتها؟ وهل بفهم من كلمتك لما حكيت قبل قليل عن موضوع أنه الفيصلي ما عنده هذا الكم من المباريات، هل بفهم أنه المنافس الأكبر للوحدات خلال هذا الموسم على بطولة اللقب فيصلي والجزيرة؟ يعني شوف حتى نكون واقعين، الآن المرحلة انتهت، مرحلة الذهاب، ولن وضحت المنافسة. برأيي المنافسة ستكون بثلاث فرق، وحدات، فيصلي، جزيرة. لكن الوحدات سيتحمل العبء الأكثر، لأن الفيصلي لا يملك مباريات سوى مباراة الدوري والكأس، ونفس الشيء الجزيرة، إلا في حال أنه الوحدات نجح في الانتقال إلى دوري الأبطال، فسيكون الجزيرة في دوري كأس الاتحاد الآسيوي. فإذا لازم كمدرب أنا لازم أحسب هذه الأمور، يعني أنت كفريق ستخوض ست مباريات خارجية، ثلاثة منها تكون فيها سفر وتنقلات، وبالتالي كل هذه الأمور لازم تحسب في فترة تقريبا ثلاثة أشهر ونص. فأنا أعتقد أنه المنافسة ستتحصر بشكل كبير بين هذه الفرق الثلاث في المرحلة التالية. نعم كابتن عدنان، أكيد كلامنا كثير معك وأصدقائنا، لكن خلونا نروح لفاصل قصير ونعود، خليكم معنا. رجعنا لكم من جديد ومكملين الحديث عن مشوار نادي الوحدات. كابتن عدنان، طبعا رح نتحدث عن مشوار الوحدات ببطولة كأس الأردن، لكن قبل الفاصل تحدثنا عن السلبيات اللي شفتها بنادي الوحدات، خلينا هلأ نتحدث عن السلبيات اللي لمستها وكانت واضحة وبارزة خلال مرحلة الذهاب بشكل عام. نعم حقيقة يعني نقطتين أو حالتين يعني استوقفتني كثيرا، وأتمنى أتحدث بها وأتمنى أن يكون لها علاج، وهي في مصلحة كرة القدم الأردنية. يعني أنا من يعني تهمني كرة القدم الأردنية وعملت فيها، ومسألة اللعب الفعلي ومسألة إضاعة الوقت ومسألة التمثيل هذه أصبحت أمور يعني العالم تجاوزها، العالم المتطور في كرة القدم. فأتمنى من أطراف اللعبة وخصوصا الحكام واللجان الفاعلة في الاتحاد وحتى المدربين أنه نركز على هذا الأمر. يجب أن نستهدف وقت جيد للعب، يعني العالم في كثير من الدول من الآن بعض تجاوزها، في أوروبا تجاوزها وفي أمريكا الجنوبية وفي الدوريات المتطورة تجاوزها، لكن في الدول الأخرى النامية مثلنا اللي تحاول أن تصل بكرة قدم مثلا تستهدف 60 دقيقة لعب فعلي. يعني شاهدت بالدوري الأردني حتى 50 دقيقة من أوصل، 45 دقيقة من أوصل. فهذه أمور يجب أن يعني أتمنى من الإخوان في لجنة الحكام تنبيه الحكام لهذا الموضوع، مدربين تنبيه اللاعبين، تمثيل، وهذا أمور يعني أصبحت يعني أمور متخلفة، يعني يعني ليست من كرة القدم الحديثة. فأتمنى أنه هذا الموضوع غادر، كثير من الفرق تضيع الوقت بتمثيل اللاعبين وسقوطهم، والحكام يساعدون في ذلك، فإن الحكام يكونون أكثر حد بهذا الموضوع. مسألة ثانية اللي زعجتني حقيقة وأتمنى نغادرها بشكل نهائي، مسألة اللي عن تشابك بالأيدي حتى كثير مباريات وهتافات الجماهير المسيئة. يعني أتمنى الناس تذهب حتى تتمتع في كرة القدم. نعم شيء جميل أنت تشجع فريق ومن حقك أن تشجع فريق وتذهب الملعب وتشجع، لكن هتافات المسيئة هذه أعتقد يجب أن نغادرها. يعني هذه الأمور شاهدتها وأتمنى أن نغادرها، وأتمنى أن الكل كنا كأطراف اللعبة كإدارات وكإعلام وكمدربين ولاعبين أيضا نساهم، الجمهور طبعا هو الأساس،
نساهم في أن نصل بلعبة كرة القدم في الأردن إلى لوضع أفضل بكثير لمصلحة كرة القدم بالأردن. إن شاء الله أكيد إن شاء الله منلمس هذا التغيير قريبا. حديث مستمر عن مشوار الوحدات ببطولة كأس الأردن رح نحكي هلأ بس نشوف التقرير. سيكون فريق الوحدات في صراع مزدوج بين بطولتي الدوري والكأس، وهو حتى الآن لم يحسم تأهله في كأس الأردن، حيث ستكون الجولة الأخيرة الحاسمة لفرق المجموعة. ووقع المارد الأخضر في المجموعة الثانية رفقة فرق شباب الأردن والجزيرة وذات رأس والحسين والصريح، وهو حاليا يشارك الحسين إربد الصدارة بتسع نقاط، وستكون مواجهته الأخيرة أمام الحسين وسط حسابات معقدة، كون الجزيرة وشباب الأردن يتربصون بأي تعثر للمتصدرين من أجل خطف إحدى البطاقتين. وتعثر الوحدات في بداية مشواره في الكأس أمام الجزيرة بثلاثية قبل أن يحقق ثلاث انتصارات متتالية على شباب الأردن وذات رأس والصريح. واستفاد الوحدات من بطولة الكأس من إشراك عدد من اللاعبين لتهيئتهم للمرحلة المقبلة في بطولة الدوري، وكانت حلاً للجهاز الفني بخصوص اللاعبين النجوم، فظهر ما يقارب 20 لاعباً ما بين بطولتي الدوري والكأس. وستكون مرحلة الإياب مهمة للوحدات، كونه يريد الجمع بين بطولتي الدوري والكأس، وهو منافس على الاثنتين. كابتن عدنان، بالنسبة للكأس التنافس على أشده بين الفرق، وخصوصا الجولة الرابعة أو الجولة الأخيرة هي الحاسمة بين الفرق الأربعة، بين أربع فرق بالضبط، بين الأربعة فرق، فقراءتك الفنية لهذا الموضوع، توقعاتك له، وشو ممكن يصير؟ طبعا هي الجولة الحاسمة، يعني احنا حقيقة المباراة مثبتة 2-2، فأنا أعتقد من الصعب رح نلعبها، لأن تعرف أن يوم 31 عندنا مباراة في الدور التمهيدي معنا دور الأبطال. نعم. على العموم هي تقريبا يعني منافسة قوية، يعني تدري هو نظام، يعني أيضا خلينا نتحدث بهذا الموضوع. تفضل. أنا أتمنى، يعني أتمنى أنه إحنا نستفاد من الأخطاء، يعني أنا أعتقد هذا نظام خاطئ. يجب أن بطولة الكأس خاصة في كل العالم يجب أن تضم فرق الدور الدرجة الأولى أو الثانية، وإذا على الأقل فرق الدور الدرجة الأولى في كل العالم. في الدوريات إحنا ما راح نقول إحنا مثل أوروبا حتى نضم دوري الدرجة الثالثة والرابعة مثل إنجلترا أو إسبانيا، على الأقل كان يجب أن يكون هنالك دوري، يعني الدرجة الأولى، فرق الدرجة الأولى، الدور الأول يكون بخروج المغلوب، وبعد ذلك يبدأ بالذهاب والإياب مثل ما موجود في أوروبا، في 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 كل العالم، ليس في أوروبا، حتى في دول القريبة منا في غرب آسيا. هو نظام غريب، نعم، هو أنت تستهدف حتى في دور المحترفين ومتطلبات الاحتراف في آسيا، يعني يلعب اللاعب أقل، لا يلعب أقل من 33 أو 34 مباراة، ولكن هذا تقدر تحصله، تستهدفه بطرق أخرى، بتنظيم أفضل. فأنا أعتقد بطولة الكأس نظمت بطريقة الدوري الحالية، أتمنى أن تكون البطولات المقبل بشكل أفضل، يعني بطريقة أفضل، بها حماس أكثر، بها إثارة أكثر، أن تشرك فرق الدرجة الأولى حتى تطور كرة قدم، يعني عليك أن تشرك فرق أخرى، تعطي، توسع القاعدة، توسع المنافسة. على العموم نعود إلى موضوعنا، نعم مجموعتنا فيها تنافس أربع فرق، الدور الحاسم سيكون هنالك موضوع آلية للترشح الفريقين للدور نصف النهائي، واضحة بالنسبة لنا، وواضح ما مطلوب منا، احنا مطلوب منا ان نفوز في مباراتنا المقبلة امام الحسين لكي نتصدر المجموعة، وهذا هو هدفنا، واللاعبين فاهمين وعارفين الهدف من مباراتنا المقبلة. نعم. كابتن، سؤال من شقين، الشق الأول يتعلق بضغط المباريات ووجود مباريات الكأس في منتصف الأسبوع، كيف تعامل الوحدات مع هذه المسألة؟ الشق الثاني يتعلق باللاعبين، وأنه لاحظنا وجود لاعبين جدد في بطولة الكأس. نعم، هو أن تحدثت تقريبا
بهذا الموضوع أنه هنالك مداورة مهمة جدا موجودة. إحنا الوحدات استفاد من هذا الأمر، أشركنا كثير من اللاعبين، داورنا أعطينا راحة لبعض اللاعبين، كانت مباراة مكثفة 3 مباريات في الأسبوع، أيضا دكة احتياط جيدة تعطيك نتائج جيدة، وهذا ما حدث بالنسبة للوحدات. تعاملنا أعتقد بشكل جيد ومثالي، وقوة دكة الاحتياط كانت مؤثرة في حتى في كل المراكز، حتى في حراسة المرمى لأول مرة احنا عامر شفيق غاب تقريبا 7 مباريات هذا الموسم و6 مباريات، لكن لم تكن هناك مشكلة. عندنا بدلاء جيدين، تامر صالح من الحراس اللي اعتقد كان واحد من اللاعبين المميزين في هذا الموسم في هذا المركز، فأنا أعتقد في كل المراكز الوحدات امتلك لاعبين جيدين، وهذا هو العمل الصحيح لكي تستطيع أن تنافس على أكثر من بطولة. الآن الوحدات تنافس على كما قلت في المرحلة المقبلة دوري وكاس ودوري الأبطال أو دوري كاس الاتحاد الآسيوي، فوجود لاعبين بدلاء دكة احتياط قوية مهم جدا لاستمرارية ولتحقيق النتائج. طيب كابتن، مباراتكم مع الحسين الحاسمة المهمة وطلب التأجيل لفرق الأيام مع مباراتكم بالدور التمهيدي، إيش صار فيها؟ والله هو من الطبيعي، يعني هو من وضع البرنامج ما كانت المثبتة مواعيد دوري الأبطال، الآن الدوري التمهيدي ثبت يوم 31 مباراة صحيح، في حالة الفوز عندك يوم 7 مباراة مع نادي الوحدة، فمن الصعب تلعب يوم 31 يوم 2 لا يمكن يعني. يعني أنا متأكد من الاتحاد سيتجاوب مع طلب النادي بشكل يعني منطقي واقعي بالنسبة لأي فريق يعني يمثل البلد، حتى لو ما كان الوحدات أي فريق آخر. صحيح نعم. إذن من بطولة كأس الأردن إلى التعاقدات بالتقرير التالي. مع قدوم العراقي عدنان حمد مديرا فنيا لفريق الوحدات، فالجميع يعلم أن هذا المدرب لديه أسلوب خاص بالتعاقدات واللاعبين الذين سيكونوا معه خلال الموسم. التعاقدات التي أجراها الوحدات بداية الموسم لم تكن كثيرة، ولكنها كانت باختيارات محددة، فاستقطب حمد المدافع الصربي أليكس، وكانت باقي التعاقدات للنجوم القدامى للمارد، فعاد الجناح الطائر منذر أبو عمارة بالإضافة للظهير الأيسر باسم فتحي والمدافع طارق خطاب وحسن عبد الفتاح صاحب الخبرة الكبيرة، فيما استغنى حمد عن المدافع محمد الباشا. وقبل انطلاق الموسم خرج الظهير الأيمن فراش الباية من الفريق وانتقل إلى الجزيرة، والآن ومع نهاية مرحلة الذهاب يبحث الوحدات عن عدد من اللاعبين، وكان قد أعلن اقتراب مهاجم الظاهرية الفلسطيني أحمد ماهر من المارد، ولكن لا زالت مشكلة العقود الخارجية للاعبين تؤرق الفريق، حيث كان صالح راتب أول المغادرين إلى السالمية الكويتي، ولا زال مصير نجم الفريق منذر أبو عمارة لم يتحدد بعد. سوق الانتقالات الوحداتي لا زال يحتاج إلى رتوش نهائية لوضوح رؤيته ومن هو اللاعب القادم أو المغادر، وسط تساؤلات عن قرار الجهاز الفني بالإبقاء على المهاجم البرازيلي توريس، والذي سيتضح مصيره خلال الأيام المقبلة. كابتن عدنان، تعاقدات الوحدات قبل بداية الموسم ربما كان أبرزها إعادة نجوم الوحدات السابقين حسن، منذر، باسم. نعم، الوحدات ما يعني لم نجري صفقات كثيرة حقيقة. شوف حتى أكون أتحدث بواقعية، مسألة اللاعبين المحترفين الأجانب مسألة لا يمكن أن تجد لاعبين أجانب بالمبالغ المحددة في الدوري الأردني، صعب جدا يعني، صعب أن تأتي بمهاجم ب50 أو 60 ألف دولار. الآن اليوم سمعنا صفقة لاعب عمر خربين اللاعب السوري صحيح في الدوري السعودي في الدوري الإماراتي في الظفرة، كان هو في الدوري العراقي حقيقة السنة الماضية وانتقل بالانتقالات الشتوية، $1 مليون خلال 6 أشهر، مهاجم جيد هو يعني، شوف 6 أشهر لاعب عربي $1 مليون، فما ممكن أن تجد لاعبين ذو إمكانية عالية سوية عالية بهذه المبالغ، وبالتالي هذه مسألة أنا دقيق فيها. يعني أنا نعم اختارت سيبستيان المدافع كرواتي بشاهدته واختاريته، الوحيد اللي أنا اختاريته، وأعتقد كان واحد من اللاعبين جيدين، إضافة جيدة رغم هو أصيب تقريبا 3 أشهر
لكن عاد بشكل جيد ولعب ملتزم محترف بشكل جيد. أما فلهذا أنا ركزت على اللاعبين المواطنين حقيقة، أعطيت فرصة للاعبين بقى فيصل، أعطيته فرصة جيدة، يمكن لأول مرة يأخذ فرصة متكاملة، هو لاعب جيد يحتاج إلى عمل يحتاج إلى مباريات. أعطينا فرصة للاعبين في الدفاع مثل أدهم لاعب شاب صغير، أحد من اللاعبين اللي يعني خرجوا من شباب نادي الوحدات، عمر قنديل أيضا لاعبين يعني جدد لاعب شاب جيد. أعطينا فرصة في أيضا لليث بشتاوي، يعني كل لاعبين الوحدات الشباب أخذوا فرصتهم، وأنا أعتقد هو هذا العمل الصحيح حتى تبني كرة قدم يعني لفائدة كرة قدم الأردنية. أما أن تأتي بلاعبين محترفين إضاعة للوقت، كثير من الأندية جابت لاعبين محترفين وبالتالي كانت ما شكلوا الإضافة الفنية أخذوا مكان لاعبين مواطنين يعني ما قدموا شيء إلا باستثناءات قليلة بعض، يعني ما أريد أسمي، لكن أكيد هنالك استثناءات في اللاعبين المحترفين. أيضا تركيزك على عودة حسن ومنذر. حسن لاعب ذو خبرة، لاعب كبير ولاعب قاعد في الملعب. منذر أيضا من اللاعبين المهمين جدا، وعودته كانت مهمة ومؤثرة بالفريق إضافة اللاعبين المتواجدين أصلا بالفريق. أعتقد هنالك تطور كبير، وكان واضح للاعبين، ما أريد أسمي كل لاعبين الوحدات، كانوا لاعبين مهمين ومؤثرين في هذا الموسم. صحيح. أعتقد يمكن إحنا الفريق الوحيد اللي شاركنا تقريبا 22 لاعب في مرحلة الذهاب في بطولة الدوري والكأس. فمسألة اللاعبين المحترفين في الدوري الأردني أنا أعتقد يحتاج إلى التفكير، إعادة النظر فيها. نعم. كابتن، ماذا عن الاستبعادات التي جرت خلال هذا الموسم، وماذا عن مصير البرازيلي توريس؟ احنا حقيقة ما صار عندنا استبعادات، يعني بالعكس احنا يمكن استقر الفريق. بعض التغييرات البسيطة، عودة اللاعبين المحترفين في الخارج، يعني رجع حسن ورجع منذر ورجع باسم ويعني فريقهم ورجعوا له. ما ضفنا لاعبين كثار للفريق، لاعب محترف واحد فقط ضفناه اللي هو كما قلت سيبستيان توريس، كان موجود من العام الماضي، فما كان بعض اللاعبين أنا أعطيتهم الحرية. أنا يعني فلسفتي بالتدريب ونصيحتي للاعبين أنه أتمنى أن اللاعب يلعب، يعني شوفاني في بعد بداية الإعداد والثلاث لاعبين أعطيتهم الحرية للمغادرة حتى يلعبوا بالفعل، يعني منذ الرجا وسمير رجا وبكبير ده يلعبون في نادي جيد بشكل أساسي، الحسين لاعبين أساسيين. فأنا يعني أنصح للاعب أنه من ما تكون له فرصة كبيرة أنه الأفضل أنه يبحث على فريق يلعب فيه، يعني اللعب مهم للاعب، يعني بس اللاعب إذا يبقى بدون لعب ما راح يتطور، التدريب وحده لا يمكن أن يطور لاعب. فهذا اللي صار يعني بالنسبة للاعبين. طيب كابتن، كما وصلني غدا التوقيع الرسمي مع النجم الفلسطيني أحمد ماهر، هذه الصفقة جاءت برضاك عن مستوى اللاعب طبعا، وأيضا هناك الحديث عن أنه عدنان حمد راصد محترفين معينين ممكن يجوا للفريق، فرأيك فيه؟ يعني تحدثت عن محترفين، يعني شاهدت محترفين كثر، لكن كما قلت يعني ما بشكله الإضافي بالنسبة لي، يعني ما اقتنعت بال يعني لا يعني ما اعتقد انه الموجود افضل، يعني انت تعطي فرصه للاعب بابن البلد وتطوره وابن النادي افضل ما تاتي بلاعب محترف تصرف له اموال وبالتالي ما راح تستفاد منه. يعني العمليه مو سهله، يعني انا دقيق في عمليه اللاعبين المحترفين، يعني مقتنع بانه غير مجدي أن تأتي بهذه المبالغ بلاعبين راح يكونون إضافة، والأمثلة كثيرة في الدوري الأردني، ممكن في دوري المنطقة، يعني مثلا شوف قبل كان اللاعب العراقي عندما كانت العقود ضعيفة بالعراق كانوا اللاعبين مؤثرين في المنطقة، لأن العقود زادت في العراق فبدأ اللاعب العراقي ما يطلع. الآن الدور جاء للاعبين السوريين، لاعبين مهارين وإمكانيات عالية لكن ظروف بلدهم تجبرهم يطلعون ويأتون بأسعار متاحة بالنسبة لهذا. شوف لاعبين سوريين مؤثرين الآن، إذا كان في الأردن الآن في السعودية في الإمارات لاعبين مهمين أصبحوا وبدت عقودهم أيضا تصعد. أما اللاعبين الأجانب فأنا أعتقد يعني عملية مو سهلة، يعني
يعني صعبة في الاختيار، صعبة أن تختار لاعب ممكن أن يكون إضافة في الفريق. نعم، ماذا عن أحمد ماهر والمراكز اللي بيلعب؟ أحمد لاعب شاب، لاعب يعني من لاعب من المنطقة، يعني ممكن يدخل بأجواء الفريق بسهولة، وهو لاعب متمكن ومهاري وسريع. أنا أعتقد أشوف بي واحد من اللاعبين اللي يكون من النجوم في المستقبل، وبالتالي أعتقد أتمنى أن يكون إضافة إلى لنادي الوحدات في الفترة المقبلة. طيب كابتن عدنان، الشغل الشاغل في الشارع الرياضي الأردني حاليا وبالتحديد جماهير الوحدات، نجم الشباك منذر أبو عمارة راح يرحل، راح يضل، راح يرحل، راح يضل، يعني بطل في تفكير ثاني إلا إذا منذر موجود أو مش موجود. فبدنا نسمع منك كلمة حول بقاء منذر أبو عمارة. منذر لاعب مهم ومؤثر وهو من الإمكانية عالية، وكمدرب أتمنى بقاء بالفريق لأنه هو اللاعب مؤثر في الفريق، وأعتقد هو باقي مع الفريق. نعم باق. نعم، إذن منذر أبو عمارة باقي مع الفريق كما تحدث الكابتن عدنان، وتحدث عن الصفقة الجديدة ربما لأحمد ماهر، لكن وجهة نظر الكابتن في العقود الاحترافية ربما يجب إعادة النظر فيها. صحيح. من قبل القائمين على كرة القدم. صحيح. إذن حديثنا عن نادي الوحدات مستمر، لكن بعد فاصل صغير. أهلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين الحديث عن نادي الوحدات اللي رح يكون على موعد جديد في المشاركة الأسيوية والدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا. منشوف هالتقرير ومنرجع. ستكون الكرة الأردنية مرة جديدة على مفترق طرق من أجل تحقيق حلم المشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخها، وسيحمل الحلم من جديد فريق الوحدات الذي يشارك في الدور التمهيدي. الجماهير الأردنية تعول على الوحدات لتحويل الحلم إلى حقيقة، مما سيرفع أسهم الكرة الأردنية في حال نجح المارد الأخضر بالوصول إلى دور المجموعات، مما يعزز من حظوظنا بالحصول على مقعد كامل في المواسم المقبلة. الوحدات سيبدأ مشواره في الدور التمهيدي بمواجهة بنغالور الهندي في 31 من الشهر الحالي هنا في عمان، وفي حال فوزه سيطير إلى الإمارات لمواجهة الوحدة الإماراتي يوم 7 من شباط في مباراة فاصلة للتأهل إلى دور المجموعات. وفي حال تخطى الوحدات فريق الوحدة الإماراتي سيكون في المجموعة الرابعة من كأس أبطال آسيا، والتي تضم الريان القطري والهلال السعودي وبيرسيبلوس الإيراني. وفي حال فشل الوحدات في التأهل لدور الأبطال فإنه سيشارك في كأس الاتحاد الآسيوي في المجموعة الثالثة بجانب المحرق البحريني وسحم العماني والنجم اللبناني. كابتن عدنان، وصلنا للمشاركات الخارجية الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، وأيضا الحديث عن مباراتين أمام فريق هندي وأمام فريق إماراتي. أيضا الأسئلة بالنسبة لجماهير الوحدات وأيضا جماهير كرة القدم الأردنية على صفحتنا على الفيسبوك رؤيا سبورتس، إلى أين من ممكن أن الوحدات يوصل في هذه الأدوار، وهل ممكن يتأهل لدوري أبطال آسيا؟ وأيضا هل الكابتن عدنان حمد والكادر الفني لفريق الوحدات قام بدراسة الفريق الهندي والفريق الإماراتي؟ طبعا هو شوف الحقيقة بالنسبة لي طموحي حاب أن نكون في دوري الأبطال، يعني حاب أن يكون فريق أردني لأول مرة في دوري الأبطال. نعم، هي البطولة الأقوى. نعم هي بطولة صعبة، إمكانيات الأندية مختلفة، هنالك أندية ذات إمكانيات عالية حتى في الشرق وفي الغرب، لكن كرة القدم الأردنية بعد تجربة السنوات الماضية وصولها إلى الملحق
كأس العالم. أعتقد حان الوقت لتكون الأندية أيضا لها دور في أن تكون في البطولات الأكبر في آسيا. فطموحنا هو دور الأبطال. نعم من بعض الجمهور أسمع من أراء بعض الجمهور يريد البطولة الأقل قوة اللي هي كأس الاتحاد الآسيوي, لأن يحب فريقة وحدة يحصل على بطولة آسيوية. لكن برأيي أن دور الأبطال سيعطي وضع مختلف لكرة القدم الأردنية, وطموحها راح يختلف, طموح اللاعبين سيختلف, كل أطراف اللعبة طموح سيختلف. نعم احنا بدأنا حقيقة يعني من المدربين اللي يعني أبدي خطوة خطوة. الآن نفكر فقط في الفريق الهندي. البعض يتحدث عن مباراة مع الوحدة, هذه نعم هو سابق لأوان, سابق لأوان. نعم. عليك أن تنهي المرحلة الأولى تفوز, بعد ذلك هنالك وقت كافي حتى نعم أنا أتابع الفريقين راح نقابلهم وعارف إمكانياتهم. أعتقد الوحدات يملك الفرصة لكي يكون في دور الأبطال, أتمنى أنه وفق في ذلك. نعم مستوى الفريق الهندي من خلال قراءتك. طبعا نشوف هو لعب مباراة نهائية كأس الاتحاد الآسيوي مع فريق القوة الجوية, شاهدت المباراة عدة مرات. فريق جيد يملك لاعبين محترفين, الآن تدري دوري محترفين في الهند, هنالك مبالغ كبيرة تضخ في الدوري الهندي, بدأ على خطوات جدية, فريق جيد, في هنالك أيضا لاعبين مجنسين. لكن أدري مباراة في الأردن على أرضنا ملعبنا جمهورنا وبين الجماهير, نملك لاعبين جيدين خبرتهم جيدة طموحهم جيد, فريق وصل إلى يعني جاهزية جيدة. لكن المعلومة اللي يجب أنها توصل جيدة للجماهير إنه الفريق الهندي مش لقمة سائغة أو أكيد بكل ممكن فريق وصل إلى نهاية كأس الاتحاد الآسيوي. نعم كابتن, نحكي عن بشكل عام البطولة الآسيوية ابتعدت مؤخرا عن الفرق الأردنية, لكن حضرتك أحرزت لقبها مع الفيصلي, ما هي أسباب ابتعاد البطولة الآسيوية؟ شوف الكرة الأردنية والأندية الأردنية حصلت سابقا ثلاث مرات على البطولة, مرتين الفيصلي وشباب الأردن في 2005 2006 وال 2007 شباب الأردن, بعد ذلك ابتعدت الفرق الأردنية. حقيقة يعني هنالك يعني جو وقت الفرق الأردنية يعني تراجعت في لأسباب كثيرة. يعني أنا كنت في هذه الفترة كنت مدرب للمنتخب, وكان هنالك يعني معادلة غريبة, عندما كانت الأندية الأردنية تحصل على البطولات كان المنتخب ضعيف نسبيا. عندما قوى المنتخب في بعد 2009 و2010 وصول يعني لنهايات آسيا في قطر 2011 وبعد ذلك الوصول الدور الحاسم في كأس العالم, الأندية الأردنية تراجعت نوعا ما. يعني معادلة يجب أن تكون طردية, يعني دوري قوي, أندية قوية, منتخب جيد. نعم هنالك خلل حقيقة, ما أريد أتحدث حتى ما يعني ما أريد أدخل في بعض الأمور, ما أحب يعني أتحدث في الإعلام على أمور يعني, لكن أتمنى أنه يعني أتحدثها لأصحاب الشأن. كرة القدم الأردنية ممكن تكون أفضل من هي عليها الآن, يعني يجب أن نعمل بشكل مختلف, نطور البطولات. أهم كلمة ممكن أنها تستخدم وتحتها خطين التخطيط السليم كده. يعني يجب أن تكون البطولات أفضل, تخطيط للبطولات أفضل, القاعدة الفرق الأشبال والناشئين يجب أن تكون بطولاتهم أيضا بطريقة أفضل. الكرة الأردنية تملك المواهب, تملك الإمكانيات, تملك الحضور, تملك الجمهور الكبير في إعلام, يعني أطراف اللعبة متواجدة بشكل جيد, و يعني يوحي لك أو يعطيك انطباع بأن كرة قدم الأردنية يجب أن تكون في وضع أفضل. هذا باختصار, يعني ما أريد أدخل بمتاهات وتفاصيل وما أريد أجرح أحد بالكلام, لكن يعني أتمنى تكون كرة قدم الأردنية بوضع أفضل مما هي عليه. نعم. إذن بعيدا عن البطولات والمشاركات, ضيفنا لليلة طبعا الكابتن عدنان حمد,
مميز ورائع ومحبوب جدا في كرتنا الأردنية. نشوف هالتقرير عنه ونرجع. اشتكي لك علي عبرت الشط على مودة خليت على راسي خليتك على راسي عبرت الشط على مودك وخليتك على راسي خليتك على راسي كل غطى أحس بالموت جوا شاق أنفاسي الجنرال والمحنك وعاشق الألقاب وتحدي الصعاب والمدرب الداهية كلها أسماء ارتبطت بابن السامراء العراقي عدنان حمد الذي فرض اسمه في الكرة الأردنية كمدرب صاحب إنجازات في أي مكان يحل فيه. عدنان حمد الذي دخل الكرة الأردنية قبل 10 أعوام عندما قاد النادي الفيصلي وقتها إلى إنجازات عديدة وحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي ووصافة دوري أبطال العرب. وليدخل حمد بعدها قلوب كافة الجماهير الأردنية والعربية بعدما تولى مهمة قيادة منتخب النشامة ويحقق معهم المستحيل بالوصول إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2014. والآن حمد يعود للكرة الأردنية عن طريق القطب الآخر وهو فريق الوحدات ليقود تحد مع فريق يعشق البطولات، فلا بد من أن يكون مدربه صائدا للبطولات. ولو أردنا الحديث عن حمد خارج الكرة الأردنية لطالت الحكاية لأيام وأسابيع كونه صال وجال في العراق والدول العربية وحقق العديد من الألقاب. ولا ينسى أحد حكاية المنتخب الأولمبي العراقي في أولمبياد أثينا والوصول للدور نصف النهائي. كابتن عدنان والكرة الأردنية طبعا قصة عشق طويلة وقصة حب جميلة، ماذا تقول عنها؟ طبعا هي يعني بعد العراق بعد بلدي اللي دربت به تقريبا يعني إذا نحسب من 93 بديت أو 94-93 إلى 2004 مع العراق وحققت بطولات كثيرة على مستوى المنتخبات العراقية جميعا والأندية العراقية، أيضا وصلت إلى نهاية دوري أبطال آسيا في 99 بطولة آسيا للشباب، حصلنا على البطولة في أولمبياد أثينا في المنتخب في 2004 في بطولة في الصين دور نصف النهائي، بطولات كثيرة. لكن أيضا في الأردن تقريبا شيء مشابه بشكل كبير، أنه بديت مع الفيصلي حصلنا أيضا بطولة كأس الاتحاد الآسيوي على الكأس نهائي دوري أبطال العرب لموسمين مع الفيصلي وبعدين مع المنتخب لمدة 4 سنوات ونصف كانت من أحلى ذكرياتي في كرة القدم، يعني إنجازات تاريخية وأنا فخور بها وسعيد بها وحقيقة يعني أنا أشعر يعني في بلدي، يعني 12 سنة صار لي في الأردن يعني أكيد هو بلدي وبين ناسي وأهلي وما يعني ما أشعر في بغربة أبدا، فحقيقة يعني ذكريات كثيرة في كرة قدم الأردنية ولهذا يعني أنا مولع بكرة قدم الأردنية ولهذا أتمنى تكون أفضل، يعني دائما نتحدث تكون أفضل لأن حاسب أنه ممكن تكون أفضل والواقع والإمكانيات نعم هنالك ضعف بالإمكانيات المادية في الأندية ولكن الآن هنالك ملاعب على مستوى عالي بعد كأس عالم يعني يفخر بها كل أردني وكل عربي، لاعبين جيدين مواهب جيدة على المستوى لكن نحتاج إلى عمل أفضل. أتمنى كل الخير للأردن والشعب الأردن والعائلة الهاشمية وأتمنى أن ربنا يوفق هذا البلد وأن يبعد عنا كل شر وأن يتطور في كل المجالات، شعب طيب بلد من نفخر به بكل شيء فيه، أتمنى موفقية للجميع. كابتن بعد هذا الكلام عن الكرة الأردنية بشكل سريع اللاعب الأردني وأنت كنت مثال للأب لأغلب نجوم كرة القدم الأردنية. شوفوا أنا دائما أتحدث يعني مو مجاملة ولا هو أنا دائما أتحدث بواقعية، اللاعب الأردني مقارب بشكل كبير
للاعب العراقي. يعني تدري يعني لأن يعني دائما أضرب مثل باللاعب العراقي لأن يعني أنا من 81 لاعب في المنتخب العراقي، وبعد خلصت واتجهت للتدريب بشكل مباشر. يعني اللاعب الأردني مشابه جدا، لاعب عنده يعني روح وعنده انتماء، يلعب للبلد للوطن للعلم. هذه أمور مهمة جدا في كرة القدم، يعني الروح العالية والانضباط والرغبة والحماس والتفاني والإخلاص، هذه أمور مهمة جدا موجودة في اللاعب الأردني، وهذه تسهل عمل أي مدرب لكي يطور اللاعب الأردني. نعم يعني كابتن، بعد هذا الكلام ما في كلام، لكن ما بتصدق قديش كم الرسائل اللي وصلتنا. طبعا شكر لحضرتك وأيضا ترحيب فيك. أيضا بيحكوا لك ما سمعنا، هل توريس باقي ولا يعني التقرير الفني لسه ما لسه تم تقديمه؟ حقيقة شوف، أنا يعني ما أحب أتحدث بأمور الفريق بالإعلام، يعني معروف عني فيه طبعا معروف لا زال، يعني طبعًا. هذه أمور إصرار فريق، وأنا أحترم اللاعبين وأحترم الجميع، يعني أمور فنية هذه بحتة، يعني لا تنتقص من أحد، لكن أنا كمدرب أعمل لمصلحة الفريق، ما أجد هو مفيد للفريق ليدرب سأتخذ قراري. نعم الدكتور عدنان حمد مدربنا العراقي طبعا الكبير، المدرب العربي اللي أشرف على أنديتنا الأردنية على منتخبنا الوطني، كان لنا الشرف أنك تكون ضيفنا اليوم، وشكرا أنك اخترت الظهور معنا في هذه الحلقة اللي جدا إحنا مبسوطين فيها. كل الشكر لك. شكرا طارق، أنا سعيد تواجدي معكم حقيقة. الإعلام الأردني يعني كل الاحترام والتقدير، وهو إعلام مسؤول ومنضبط و يعني مؤثر، وأنا سعيد جدا وأنا أحترم كل الإعلام الأردني.